قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني إن الفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة. وفي تغريدة على منصة إكس أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف. يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي عارض فيها مبدأ السيادة الفلسطينية في غزة قائلا إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية.